السلام عليكم، اسمي حكيم يونس، كندير لا دونس هيب هوب هاوس افرو. المهم بالنسبه للستريت ارت في مدينه الرباط عاد نهضروا عليه في اون جينيرال في المغرب. المهم في مدينه الرباط ستريت ارت شحال هادي ما كانش ديك 2015 بحال هكا كيبدا ستريت ارت في الرباط. المهم منهم بزاف ديال الدراري اللي بداو ستريت ارت في الرباط، كاين دراري ديال لا جيتار والدراري ديال بالنسبه للدراري القناوي حتى هما كانوا بادين ستريت ارت، وعاد جاو الدراري ديال لا دونس. المهم ستريت ارت في المغرب شويه كتسمى مطموع شويه، فهمتي؟ لحقاش ما كاينش شحال هادي ملي كانوا الدراري كيديروا ستريت ارت في الشارع ديال لا دونس، الناس ما كانوش كيوقفوا انهم يتفرجوا فيهم، ما كانش كيعطيهم نفسهم انهم يتفرجوا فيهم، يعني كان كيجيهم داكشي بيزار عادي، داكشي شويه بحال الا كنتي كتشطح يقولوا لك حمق. يعني هاد الفكره شويه كانت قاصحه بالنسبه لستريت ارت، ومع المده راه تطلقات القضيه. صافي صافي. السلام عليكم، معكم امجد مخوف ارتيست ديال دونس. بالنسبه لهنا الرباط بالنسبه للادونس شويه ناقص، حيت الناس كيعطيو واحد الاهميه يعني شويه مطموعه بالنسبه للزارتيست. اوكي بالنسبه للادونس شويه ناقص هنايا، حيت المجتمع ما كيعطيش واحد الاهميه لكاع لهادشي ديال الزارتيست. ابخي نهضروا على الناس كيفاش كيشوفوا هادشي، هذا كيشوف واحد لا فاصون احتقاريه، فهمتي؟ بمعنى اي واحد كيشتحك في الزنقه كيقولوا هذاك راه حماق، هذاك واقيلا ما عنده ما يدار اكسيتيرا. كنحاولوا انا نحلوا هذا المشكل هذا بهذا لادونس، يعني نحاولوا اننا نكسروا بزاف باش حتى الناس تدخلوا من الثقافه هذه، وصافي وشكرا.